أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء
الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. كنا أيها الأحبة الأكارم في رحاب هذه التلاوة المباركة من فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد الخالق، ونحن نقدم واجب العزاء لفضيلة القارئ الشيخ محمد إمام غريب في وفاة والدته الراحلة. أسأل الله الكريم أن يجعل جميع أبنائها صالحين يدعون لها. أيها الأحبة الأكارم، إنما يعرف الرجال بالمواقف، لذلك قديما قالوا للمواقف رجال وللرجال مواقف. وأصعب موقف مر على أمة سيدنا رسول الله هو مصابها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الفاروق عمر: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه بسيفي هذا. وهنا يأتي رجل الموقف، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبله ويقول: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج للصحابة الكرام وأعادهم إلى جادة الصواب فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إلى مائدة القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ عبده بكري. أسأل الله الكريم أن يشرح صدره وأن يفتح عليه فتوح العارفين.